أوبر غير لي حياتي، وصار عندي مصدر دخل ثاني، وصرت بسهولة أقدر أسدد التزاماتي. أوبر وفر لي مصدر دخل تقريبا يمكن بالشهر إلى 2000 ريال، 1500 ريال. فعلا في المرحلة هذه أصبح الشاب السعودي عنده القدرة والطموح أن يتجاوز جميع التحديات التي تواجهها، والإرث التقليدي الذي يعيق فكره في السابق الآن أصبح الشاب السعودي يقبل على كافة المجالات. بصراحة ما أشوف أنه فيها عيب أو أشوف أنه بالعكس، أنا أقول لأصحابي والناس اللي حولي أنه أنا أشتغل فوق. حاولت أبحث عن دوام آخر، ما حصلت اللي يناسبني، خصوصاً من وقت دوامي بدري الصباح. أموري المادية تحسنت من بعد ما دخلت أوبر، ودائماً أحاول أشجع الشباب أنهم يسجلون بأوبر